بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هعمل معاكم كفتة الرز. كفتة الرز دي هنعوز فيها ايه؟ هنعوز فيها بقدونس وشوية شبت بس للريحة مش كتير، وايه ومعانا كزبرة عيد، ومعانا ايه تاني؟ معانا التوابل، معانا فلفل اسود وكمون، ومعانا هنا كزبرة ناشفة، ومعانا ملح، معانا طبعا ثوم، ومعانا بصلة. طبعا دي راس ثوم صغيرة ودي بصلة متوسطة. ومعانا هنا طبعا اللحمة، معانا كيلو لحمة اهوت. وطبعا معانا الرز، وطبعا معانا الرز اهوت. الرز دوت طبعا انا جايباه كده، بس انتوا ممكن برضو تطحنوه في البيت عادي خالص، تغسلوه وتنشروه وتطحنوه كده، مفيش اسهل من كده. طبعا هنعملها دلوقتي قدامكم بالتفصيل الممل، سهله جدا جدا، يعني مش صعبه ولا حاجه، لكن انا هعملها قدامكم دلوقتي عشان تشوفوها. طبعا دي الكيلو دوت، انا مش بكتر الرز، يعني دي كوبايه رز مطحونه اهي، وتلات ارباع كوبايه زي دي كده، مش اكتر من كده. كل حاجه سهله اهي الحمد لله وميسره. معانا ايه بقى دلوقتي؟ معانا دوت البقدونس اهو، طبعا لازم نقطعه، يتقطع معانا. انا هقطعه بقى وارجع لكم. طبعا انا هنا المفروض ان انا هحط كل حاجة على بعضها وهقلبها، وبعدين هحطها في الكبة بقى شوية شوية عشان تتقلب مع بعض، عشان تاخد شكل الكفتة اللي انتوا بتشوفوه جاي من عند الجزار. فانا هحط كل حاجة كده. ادي اللحمة اهي، وعليها مين؟ عليها الرز المطحون كده، وعليها الخضرة اهوت اللي انا قطعتها. طبعا الخضرة مش مشكلة تقطعيها صغير، لانها تنزل الكبة دلوقتي، والكبة هتنعمها وتخليها حلوة. نشيل دول كده من هنا، وهنقلبهم بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هقلبهم طبعا ايه عشان ما اطولش عليكم، اقلبهم وارجع لكم. هتتقلب كده بالشكل ده اهوت كده. طبعا يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، انا قلبتها اهي كلها. طبعا معايا هنا البروسيسور اهوت، هحط فيه شويه شويه. البروسيسور هنا هحط فيه شويه شويه كده، ونشوف هتطلع عامله ازاي. كل حاجه قدامكم اهيت. وطبعا الرز المطحون دوت هو عشان طبعا هنا مطحون جاهز كده، انا جبت طبعا جاهز، لكن لما بيكونش موجود لانه مش موجود على طول بجيب بشتري، قصدي بيكون عندي طبعا الرز العادي دوت، ومسكه اغسله وانشره واطحنه في الكبه العاديه، يعني عادي خالص. طبعا الكميه دي لازم تنزل معاها توم وبصل، ما احنا هنقلبها برضو بعد كده بعد ما تطلع خالص وتخلص في البروسيسور. ونحط برضو معاها شويه توابل اهو، شوية كمون، شوية فلفل، شوية كزبرة اهوت. وفي الاخر برضو هنظبط كل حاجة، في الاخر هنظبط كل حاجة ان شاء الله، ونشوف هتبقى طالعة معانا عاملة ازاي. طبعا انا هضرب دلوقتي، فمش عايزة يعمل صوت ليكو كده، انا هقفل شوية كده. ودلوقتي هي يا حبايبي اهي، خلصت اول كميه اهيت، هفرغها هنا. شايفين ما شاء الله ناعمه وجميله ازاي. طبعا دي مش هتصب على طول، دي لازم تروح التلاجة تريح وبعدين تشتغلي فيها، ما ينفعش تمسكيها تصبعيها. حتى لما تيجي من عند الجزار احنا بنمسكها ونريحها شويه في التلاجة قيمه ساعه كده، وبعدين نبتدي ايه نشتغل فيها. شايفين جمالها كفتة رز دي بقى، ولا مش كفتة رز؟ متعلمين يا بتوع المدارس؟ ها ايه رأيكم بقى؟ ان شاء الله جربوا وتقولولي، وانا هعمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. شايفين ما شاء الله، بس طبعا طرية قوي كده، عايزة تريح لسه عشان نعرف نصبعها. نكمل الكمية بقى ان شاء الله واجي لكم. طبعا دي بقية الكمية، الكمية الاولى اللي كانت في الطبق الازاز انا وديتها التلاجة علشان تهدى شوية عشان اعرف اشتغل بيها. ودي بقيه الكميه ما شاء الله اهيت، ما شاء الله. شايفين ما شاء الله جميله جدا، بس طبعا عايزه ترتاح طبعا، عشان ايه طريه كده مش هنعرف نصبعها دلوقتي.
هنوديها التلاجة تهدى شوية. طبعا مش هعمل الكمية دي كلها، كل واحد يعمل على قد أفراد الأسرة، اللي عايز يعمل كيلو على قد أسرته يعمل، اللي عايز يعمل نص، اللي عايز يعمل ربع، اللي هو عايزه. بس هي دي طبعا الكفتة ما شاء الله، هي بالهنا والشفا. وطبعا هبقى أحمر كام واحدة كده قدامكم عشان تشوفوا النتيجة بإذن الله، النتيجة تبقى مرضية إن شاء الله. وفي يوم بقى إيه نبقى إيه نعمل الطبيخ بتاعها مع بعض بإذن الله. اهيت ما شاء الله. اللي ما عندوش كبة حامية طبعا ما انصحوش يعمل في البيت، ما تنسوش الكلام ده. وهنشوف هنعمل بإذن الله لما الكمية اللي في التلاجة دي تهدى، هنصبع شوية ونحمرهم قدامكم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا جبت الكفتة اهيت، طبعا كانت في التلاجة زي ما انا قلت لكم عشان تتشمع كده بالشكل ده ما شاء الله. شايفين مسكت نفسها ازاي؟ عشان نعرف نصبعها لازم تتحط في التلاجة، ما تجيش من عند الجزار سخنه، ولا اللي انت بتعمليها في البيت تبقى طالعه كده وطريه قوي سايحه كده، بتبقى سايحه شبه سايحه، وتقومي جايه حطها في الزيت، او يعني مصبعاها وحطها في الزيت. لا، لازم تتحط الاول تتشمع كده. حتى هو نفسه الجزار بيقول لك ما تروحيش البيت تشتغلي بيها، حطيها فين؟ حطيها في التلاجة. فدلوقتي انا جبت اهو شويه زيت عشان اصبع بيها، حتى الكفته بتاع الجزار برضو بجيب شويه زيت كده عشان ما تمسكش في ايدي وانا بصبعها، بتمسك في الايد كده وتبقى عامله كفته هنا كده. طبعا بتاع الجزار سواء بتاع الجزار اي كفته، يعني اي كفته رز مش بتاعتي بس، فانا بعص ايدي زيت بسيط كده عشان اصبعها. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه ان شاء الله، النتيجه هتبقى مرضيه جدا ليكم هتشوفوا. طبعا اللي مضطر طبعا يعملها في البيت زي كده، وانا طبعا زي ما قلت لكم انا بحب اعمل كل حاجه في البيت. اهو تعوطي ايدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد حته كده بين ايديا. طبعا الحجم اللي انت عايزاه، في ناس بتحبها صغيره، في ناس بتحبها طويله، في ناس كمان اللي بيكسلوا بقى بيعملوا ايه، بيجيبوا اللي هي المفرمه بتاع اللحمه بيبقى جاي معاها القطع بتاع الكفته او بتاع الممبار او بتاع السجق السوسيس اللي هو السجق البلدي، ويقوموا ايه عاملين الكفته فيه مطلعينها ومقطعينها كده على بيكسلوا يقعدوا يصبعوها بايديهم، فبيقوموا حاطينها في المفرمه، تقوم ايه يصبعوها وهي ايه في المفرمه. طبعا مش كل حاجه نعتمد على الاجهزه يعني، والتصبيع طبعا سهل جدا اهو، مفيهوش اي حاجه، لا عايز مجهود ولا عايز وقت ولا حاجه. انت حتى ممكن تاخديها وانت قاعده، بس انا طبعا انا واقفه عشان طبعا انا بصور واوريكم الحجم اللي انت عايزاه. طبعا معانا هنا اهو، طبعا لازم تعوسي ايدك. بص انا عوستها مره واحده بس، شوفوا ما شاء الله نظيفه ازاي، مره واحده بس مش كل شويه. لكن باقي الزيت ده انا حطيته، يعني انا هعمل بيه حاجه تانية. وانا بقلي طبعا هحطه في الطاسه عشان مش هرميه يعني. اهو ما شاء الله، شوفوا زي ما انتم شايفين كده زي الفل ان شاء الله باذن الله. هنروح بقى على الزيت ونشوف هتتقلي وتبقى طالعه عامله ازاي. وانا طبعا مش هطبخها النهارده، في يوم كده ان شاء الله هبقى اطبخها معاكم، اسهل من كده مفيش، سهله جدا جدا يعني. ممكن تحضريها في يوم وفي اليوم التاني ايه تحضريها في يوم وتقليها في نفس اليوم مثلا، او تريحيها في التلاجة والتاني يوم تشتغلي بيها تصبعيها وتقليها وبعدين تعملي لها الصلصه الجميله بتاعتها، عادي خالص، في اسهل من كده. زي ما قلت لكم قبل كده هعملوا الحاجه ايه، هعملوا الحاجه بحب عشان الحاجه تطلع احلى حاجه، تطلع اطعم حاجه. يلا ان شاء الله باذن الله انا هكمل انا اهوت صبعت قدامكم شويه، واكمل انا كمان شويه وبعدين نروح نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا حبايبي اهوت انا هقلي الكفته قدامكم عشان تشوفوا النتيجه بعينيكم عامله ازاي. اهوت بسم الله الرحمن الرحيم، هتاكلوا احلى كفته. وزي ما قلت لكم اذا هتعملوها عند الراجل يبقى نص كيلو كفته عليه كوبايتين رز مكسول ومحطوط مع البصل مع بصلايه ومع الخضره، طبعا سمك وكزبره، السمك شويه صغيرين مش كتير، والكزبره طبعا اساسي، والبقدونس والثوم والبهارات، وتاخدوا البهارات بتاعتكم معاكم عشان هو صاحب بيبقى عنده بهارات، بس البهارات ما بتبقاش كويسه قوي يعني. اهو ان شاء الله باذن الله النتيجه هتفرحكم جدا اهيت.
طبعا مضطر يعملها في البيت، يعني زي انا مثلا مضطره كده، مثلا قامت في دماغك ان انت تاكلي كفته النهارده مثلا، تقومي ايه، تقومي عامله ايه، شويه كوبايتين رز على نص كيلو لحمه كده، لان طبعا المطحون ده مش هتلاقوه يعني متوفر. وطبعا الستات المصريين شاطرين، لما بيحبوا يعملوا حاجه بيعملوها. اهو زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، ولا شققت ولا حصل لها اي حاجه، اهي زي الفل. وانا كده عامله كورتين، كنت زي ما انا اقول لماما اعملي لي كوره، وكنت افرح قوي بالكور اللي بتعملها لي الكوره. وبرده هنا ولادي نفس الشيء، لما بقى كنت لما كانوا معايا يعني قبل ما يتجوزوا، كانوا بيقعدوا يقولوا لي اعملي لنا كوره، اعملي لنا كوره، كنت بعمل لهم برده. بيفرحوا بالحاجات دي قوي. ربنا يخلي كل حاجه يا رب، تفرحوا باولادكم يا رب. حاجات مفيش اسهل منها، وممكن تتعمل في البيت بنظافه. ومثلا افرض انا جالي مثلا حد على الاكل، مثلا حد زياده وانا مش عامله حسابي، لو عندك الفريزر هتطلعي بسرعه وتعملي. بس اهم حاجه تحطيها تكون متبططه علشان تفك بسرعه، مش تكون متكومه. كل حاجه متكومه في الفريزر ما بتفكش بسرعه. كل حاجه لما تتحط برتبه في الفريزر او في الفريزر بتاع الثلاجه، اولا بياخد حيز كبير، يعني بيبقى فيه حيز تحطي الحاجه اللي انت عايزاها كتير. وطبعا لما تعوزي تكسري منها، لو عايز تكسري منها هتكسري. ريحتها بقى مش قادره اقول لكم عامله ازاي، هي ما شاء الله. وطبعا يعني طبيخها سهل جدا، مفيش اسهل منه. بنحط البصله صغيره ومعاها 3 4 فصوص ثوم كده مطريين، ونحط الصلصه عليهم. دايما تحطوا الصلصه على البصل والثوم علشان خاطر الصلصه فيها اجزة، فلما تحطيها الاول قبل الطماطم بتضيع الاجزة دي. خلي بالكم النقط دي مهمه جدا دي. طبعا ما تنسوش دعمكم ليا وتنوروني في القناه. اللي مشترك عندي، اللي مش مشترك عندي يتفضل يشترك عندي ينورني. وباذن الله ان شاء الله تنبسطوا قوي من القناه بتاعتي. انا مش بشكر في نفسي طبعا، انتوا طبعا اتفرجوا على الفيديوهات انتوا تعرفوا. وربنا يا رب يوفقكم لمزيد خير يا رب العالمين. هاي الكفته اهي ما شاء الله خلصت اهي، وماسكه نفسها ما شاء الله اهو. طبعا الابيض دوت رز، لان طبعا الرز برضو مجروش مش مطحون قوي يعني اهو. وطبعا زي ما قلت لكم الكبه بتاعتي عمرها ما هتيجي زي بتاع الجزار يعني. بس اهو برضو ما شاء الله اكلنا كفته، نفسنا في كفته اكلناها، ونفسنا في كفته هي موجوده عندنا كده يعني. كده نكون ايه قلينا الكفته. لما تهدى شويه هفتح واحد قدامكم ان شاء الله واوريها لكم ديت. لما تهدى هفتح واحد واوريه لكم. طبعا الكفته اهيت زي ما قلت لكم دلوقتي اهو. همسك واحد كده، بصوا ما شاء الله اهي، شوفوا. وافتح واحد تاني، بصوا ما شاء الله، جميله جدا، طعمها روعه فوق الروعه، بسم الله. هفتح واحد تاني اهو اهيت. طعمه جدا ولذيذه جدا. والف هنا وشفا على قلبكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب ان شاء الله. وانا مش مشترك عندي يشترك وينورني. انا مش هكبر ولا القناه هتكبر الا بيكم. ودايما نوروني وشرفوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.